السلام عليكم، كيف انتم؟ كنتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال، ويلقاكم هذا الفيديو وانتم في صحه مزيانه. اليوم ان شاء الله هنشارك معكم هذا الكيك اليومي اللي كيجي رطب ومفشفش، مكونات سهله وبسيطه متوفره في كل منزل. باش تعرفوا المكونات وطريقه التحضير تبعوا معي الفيديو من الاول حتى الاخر. بالنسبه للمكونات هنحتاج 3 بيضات بحرارة المطبخ، كأس من السكر وكأس غير مملوء من الزيت، نحتاج الكأس من الماء الغازي، ونحتاج خمارة. يمكن لكم تستعملوا جوج الخمارات إيديال، عندي سكر فانيلا وساشي من بودرة الكاكاو. ونحتاج الدقيق الأبيض الخاص بالحلويات من جوج الكؤوس إلى جوج ونصف على حسب نوعية الدقيق. في الإناء اللي هنخلط فيه كنوضع قبصة من الملح، ثم البيضات بحال اللي يقول ضروري أنهم يكونوا بحرارة المطبخ باش كيطلعوا معنا بسرعة. من بعد كنضيف كأس من السكر وكنضرب مزيان حتى كيتضاعف حجم الخليط. يمكن لكم تستعملوا كذلك الخلاط الكهربائي أو الطراب اليدوي اللي توفر عندكم. وعنضيف الزيت شيئا فشيئا، نحاول انني نخويه بشويه هيدا بحال الخيط يكون رقيق بحال اللي كتشوفوا معايا في الصوره. كنستمر في التحريك. انا خد الماء الغازي ونعبر الكاس نفس الحجم اللي كنعبر به السكر والزيت اللي هو كأس العنبة. محتاج الكأس مملوء بحال اللي كتشوفوا ان الماء الغازي باقي جديد كيفشفش، وعنضيفو شيئا فشيئا الخليط الكيك مع التضريب. هذا المكون كيعطي واحد الإضافة مزيونة للكيكة، كيخليها رطبة ومفشفشة وناجحة 100%. كنضيف سكر الفانيلا، أنا ما كنضيفوش في الأول، كنضيفو حتى دابا باش كيبقى محافظ على المذاق ديالو. غنخلط شوية ومن بعد غنبقى نضيف الدقيق. كنضيف الدقيق اللي كيكون مغربل من قبل جوج المرات، وملي كنضيفو كنزيد نغربلو للمرة الثالثة باش هيدا كيرجع خفيف وكتعطينا نتيجة رائعة في الكيكة. غنضيف تقريبا نفس الكمية الدقيق، وغنضيف كذلك الخمارة اللي حتى هي كنغربلا باش ما كيبقاش فيها ديك الكويرات. نخلط الدقيق هيدا عشي شوية باش ما تطيرش الخميرة والدقيق في المكان، هيدا عشي شوية عاد نخدم الطراب الكهربائي. وعنبقى نزيد الدقيق، انا محتاج استخدم في الكمية كاملة اللي عندي جوج كؤوس، هي اللي احتاجيت بالضبط في هاد الكيكة. وهنا الخليط الكيك ديالنا واجد باش نعرفو ان الكيكة ديالنا صافي مبقاتش محتاجة للدقيق. كيعود خط واحد بحال اللي كتشوفو معايا هنايا، ملي كنوصلو لهاد المرحلة ان الخليط كيعود خط واحد كنعرفو انه صافي واجد. هنا هناخد واحد شوية من الخليط غنعملو على جانب باش نزيد معاه الكاكاو.
هنا عندي فعليه الكاكاو اللي حتى هو كنحاول انني نغربلو باش ما كيبقاش فيه ديك الكويرات. كنخلط مزيان من الاسفل للاعلى بحال اللي كتشوفوا معايا هنايا حتى كينسجم الشوكولا مع الخليط ديالنا وكيرجع خليط واحد متجانس. انا الخليط ديالنا الاول الابيض غنزيد معاه ملعقه كبيره من الخل. انا كناخذ هذا النوع من المول كندهنوه بالزبده وكنرشوا بالدقيق، يمكن لكم كذلك انكم تدهنوه بالزيت وترشوه بالدقيق. انا عندي هذا المول حجم ديالو كبير عليا الكيكه ما جاتش طالعه، وانتم اذا بغيتوها طالعه بزاف عملوا المول يكون صغير. كنعمل نصف كميه الخليط الابيض كطبقه اولى، من بعد غنزيد نخوي فوق منها كميه اللي ضفنا عليها الشوكولا بودره، كنحاول نعملو هيدا في الوسط بحال اللي كتشوفوا في الصوره. على هذا الشكل ايضا على شكل دائري فقط في الوسط. وغنزيد اللي بقى لي من الخليط الابيض فوق الخليط الاسود بالضبط باش هيدا نحاول انني نغطيه ما يبقاش يبان. دابا كيبان ماشي مشكل، فملي عيطيف ما يبقاش باين. بالنسبه لطريقه الطبخ كنسخن الفران من قبل، اذا كان الفرن كهربائي كنسخنه على درجه 180، اما الفرن الغازي كنسخنه من قبل وكنخليه على نار من متوسطه الى هادئه، وكنخليه يطيب تقريبا من 20 دقيقه الى 30 دقيقه. ما كنفتحش عليه الفران مره حتى كنشم ريحه الكيكه باش كنعرف انها طابت. كنحاول انني نخشي فيها عود اسنان تخرج ناشف تماما في الكيكه ديالي تكون واجده. غنشعل عليها من فوقي وغنخليها حتى تتحمر. هنا ملي كطيب الكيكه ديالي وكنخرجها غنحاول انني نزينها، والتزيين كيبقى اختياري. انا غندهنها بمربى المشمش، غنحاول انني ندهنها من جميع الجوانب بحال اللي كتشوفوا معايا في الصوره. غنرش فوق منا الكوكو جوز الهند المجفف والمبشر، نحاول رشايتها. والتزيين كيبقى اختياري بحال اللي كنقول لكم دائما، الحاجه اللي كتعجبكم في التزيين اعملوها. وهذا هو الشكل النهائي للكيكه ديالنا، كتجي خفيفة ومفشفشة ولذيذة بزاف بحال اللي شفتوا انها سهلة ومكوناتها بسيطة، وان شاء الله تكون متوفرة عندكم في كل بيت. هنا غنحاول انني نقسمها باش تشوفوها من الداخل كيفاش كتجي. وهذا هو الشكل ديالها من الداخل بحال اللي كتشوفوا. ديك الديكور اللي كنعملو من داخل الشوكولا كيعطيها واحد المنظر رائع، واكيد كيزيد لها واحد المذاق اللي هو مزيون. كنتمنى من الله ان الاقتراح اليوم يكون عجبكم، وان شاء الله تجربوها بهذا الماء الغازي، واكيد غتجيكم ناجحه مليون بالمئه بحال اللي كتشوفوا هنا رطبه بزاف ولذيذه. واذا عجبكم الفيديو كنتمنى منكم انكم تخليوا لي لايك وتعليق، وكذلك اذا ما كنتوش مشتركين في القناه تشتركوا معايا. وهنا وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا بزاف على حسن المتابعه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. سلامه.